كمان حصان ده حرفيا بجد من اجمل الاحصنه في اللعبه. بذمتكم يعني في اجمل من كده؟ يعني حصان سريع جميل ورشيق محبوب محبوب لاعبا وبربر دي يعني تكفي لما يقولوا انه فخر العرب، انه اقوى من ابو الهول وخفر عنقره. السلام عليكم يا جدعان، النهارده فيديو ردد جديد. النهارده هنجيب الحصان الاسود اللي هو زي اللي معايا بالظبط، بس ده انا جبته من الاسطبل. الطريقه دي انا جايبها لكم ببلاش، حرفيا ببلاش. كل اللي عليكم تعملوه ان انتوا تيجوا المنطقه دي عند هنا الهنود الحمر كده، دي الماب كده عشان بس تبقوا عارفين مكانها. يعني عند في المكان ده كده، ممكن يكون هو ما بنلكوش لسه، بس هو في نص الماب من فوق كده اهو، يعني على اليمين الشمال كده اهو، هي هنا كده. تيجوا هنا في منطقة الجبال اللي هنا دي كده، هتلاقوا الحصان المفروض يعني يكون في المنطقة دي، فأنا هدور عليه معاكم وهوريكم ازاي تقدروا تروضوه. A few moments later. معاهو. Hey, wait, where you going? هو ده؟ هو. Hey, stop. هننزل من ده. حيوان راح فين؟ هناك اهو. No, no, wait. No, no, stay here. Whoa, whoa, wait. بص طول ما انتوا ماشيين تدوسوا مربع اهي. Wait. كول اهي. No, no, كده بتهدوا. حاولوا انتوا ماشيين تمشوا بالراحة. Whoa, whoa, wait. Hey, stop. عمال يجري. خد يلا. استنى ياض، انا ما صدقت لقيته. طب هيفضل يجري كده طول على طول ولا مش هيهدى ولا ايه؟ اهو هناك تقييمه بقلتو عليه كأنكم هتضربوا عليه نار، بعدين دوسوا كول وكالما. اهي طلعت لك اول ما البتاع دي تلاقيها بتقل. I ain't gonna hurt you. يعني بصوا ركزوا معايا عليه هناك. ايه؟ Stay calm. Nice and easy. خليكم مركزين دايما، لان انتوا لو فلتت ممكن يطلع يجري وهيقرفش. دلوقتي ركز. ده انا اللي مش مركز. دلوقتي هتعملوا ايه؟ هتركبوا وركزوا معايا هتعملوا ايه. تمام، هتلاقوا الحصان عمال يتنطط كده. شوفوا هو بيلف دلوقتي شمال، انا بعمل انا لو يمين، يعني اعمله في عكس الناحيه اللي هو بيعمل فيها ودوسوا مربع بس. على فكرة ده حصان، مش ده الحصان الأسود. يعني أنا أول مرة أشوف الحصان ده الصراحة، يعني ده مش الحصان الأسود ده، بس هو حصان عربي يعني سرعته كويسة برضه، مش وحشة خالص يعني. حصان جميل أهو، خدوه برضه بدل الاسود كده. هو الفيديو باظ برضه، فبس مش مشكلة عادي. طلعنا بحصان حلو المهم. فبس ده كان فيديو النهارده، واحتمال يكون فيه فيديو فورتنايت تاني النهارده برضه، فاعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تشوفوا فيديوهات تانية لريد ديد وفورتنايت وكام فيديو كده تاني يعني اكيد هيعجبكم. فبس سلام.